والله طبعا دايما منتخب مصر هو مرشح من المرشحين الاوائل، يمكن اول دايما اول اسم بيتقال في اي بطوله، اول اسم بيتقال منتخب مصر، فاحنا في الاول والاخر عارفين الكلام ده، وان شاء الله احنا ما بنشتغلش غير عشان ان شاء الله المنافسه على كل البطولات اللي ممكن ندخلها كمنتخب. لكن عندنا مرحله اولانيه ان شاء الله ان احنا نبتدي التصفيات اللي هي قريبه جدا، وان شاء الله نعدي التصفيات دي وبعدين نحضر للبطوله ان شاء الله. استاذ احمد عباسة، موقع يلا كوره، كل الدعم للجهاز الفني. سؤاله: لماذا وافق الكابتن ايهاب جلال على تولي المهمه هذه المره؟ والله انا قلت في سياق الكلام ان هو يعني هنقول انه تكليف، وبرضو انا مش من السهل ان انت تقول لمنتخب مصر يعني لا مرتين، ولو ان انا برضو يعني ما قلتش لا، يعني مش ظروفنا كانت مختلفة. تاني حاجة ان طبعا الاستاذ جمال كان والمجلس ده اللي موجود كان يعني اكثر سهولة وتفهما للموقف. يعني استاذ هاني حتحوت، هل فكرت في الاعتذار عن المهمة بعد الانتقادات الموجهة لاختيارك في البداية؟ لا انا مش، خلي بالكم انا مش متابع جيد للانتقادات قوي، لكن انا اي حاجه ممكن تتقال على نقد بناء لشغلي، سواء زي ما قلت قبل كده ان احنا نبقى مختلفين، دي حاجه عمر ما في مدرب هيقعد هنا مكاني ايا كان، والناس كلها هتبقى متفقه على ارائه او على اختياراته، لكن هيظل ان احنا في اتجاه واحد كلنا، فيجب ان احنا ندعم بعض وان شاء الله نحقق حاجه كويسه. استاذ عمرو فهمي، بي ان سبورت، سؤال للاستاذ جمال علام: ايه نوع الحمايه اللي هيوفرها اتحاد الكره للكابتن ايهاب جلال والجهاز الفني الفتره الجايه؟ لا مش دور حمايه، احنا مش حمايه، مش حراس، لكن احنا داعمين للجهاز الفني في كل ما هو يطلبه، سواء ماتشات وديه، سواء احتياجات ماديه خاصه بالتمرين بتاعه، بالتدريب، احتياجاته الخاصه في هنوفره له، سواء في مباريات وديه اللي هو عايزه، احنا داعمين ليه ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. استاذ كريم عبد المحسن، موقع كوره: في عهد اللجنه الخماسيه كابتن ايهاب تمسكت بالجهاز المعاون بالكامل. ده سؤال ولا سؤال؟ والان انا مش عايز اكمل بقى. انا وانا متمسك بالجهاز، تمسكت برضو مع دلوقتي بالجهاز الكامل بالكامل معايا. انا اقول بس حاجه، طبعا كابتن محمد شوقي كان هيبقى كده كده معايا المره اللي فاتت، كابتن عصام ما كانش مطروح اصلا، لكن كابتن عصام كان لسه كان لسه مبطل تقريبا. وبعدين لما انا جيت المره دي وبتسال على الجهاز، فقلت الكباتن لسبب كابتن عصام اشتغل الفتره اللي فاتت وكان شغال ما شاء الله كويس جدا، وشفنا احنا اداء الحراس في بطوله افريقيا وكل المباريات اللي فاتت كانت مميزه جدا. تاني حاجه ان هو كان لسه شغال في وقت قريب، وهو مدي اضافه كبيره لحراسة المرمى او لمدربين حراس المرمى اللي بقيمة كبيرة، سواء كانوا لعيبة او مدربين، فما كانش يجب ان انا او ما كانش في وقت ان انا اعترض على كلام مش موجود اصلا. كابتن عصام اشتغل كويس، وهو طبعا انا مش عاوز اصغره واكبرني قوي، لكن هو طبعا انا ادى اداء ممتاز، وفي نفس الوقت كان مصطفى بيراميدز يعني عاوزينه يشتغل، وفي نفس الوقت انا فهمت يعني اتكلمنا مع بعض في الكلام ده، وهو عارف ان هو غير ان هو لعيب كبير، وانا بقدره، وهو مدرب اثبت ان هو مدرب كبير. يعني استاذ محمد جمال، القاهره 24: السنوات الماضيه يا كابتن كانت طريقه لعب المنتخب دفاعيه، ازاي هتقدر تغير شكل المنتخب الفتره الجايه للكره الهجوميه؟ احنا قلنا حاجه في الاول ان احنا عندنا مهمه سريعه شويه اللي هي اقل من شهر وهنلعب مباراتين. كون ان انت تعمل ايدنتيتي او هويه او تغيير شكل لعب للمنتخب دي عاوزه وقت، لكن هيظل ان احنا هنحاول في الفتره القادمه ان احنا، او على الاقل في الماتشات القادمه هنحاول يبقى في شكل مختلف شويه، لكن ممكن تبقى نفس اللعيبه او
ما بقاش فيها تغيير كبير، لكن طبعا دي عاوزة وقت شوية، لكن المنتخب شوية مختلف عن الأندية في ان انت بتبقى حريص شوية في التغيير غير الأندية. سؤال من أمير سعد الأبطال، هل حاولت إقناع عبد الله سعيد بالتراجع عن الاعتزال؟ والله يا عبد الله لو فضل بهذا المستوى واحنا احتاجناه ما اعتقدش ان هو هيبقى عنده مشكله يعني ان شاء الله. استاذ عماد محمد للاذاعه والتلفزيون، هل من الممكن توحيد طريقه اللعب في كل المنتخبات؟ وسؤال الاستاذ جمال، ايه اللي هيوفره اتحاد الكره من معسكرات الفتره الجايه للمنتخب؟ مين اللي سال السؤال؟ استاذ عماد محمد للاذاعه والتلفزيون، هل من الممكن توحيد طريقه اللعب الفتره الجايه في كل المنتخبات؟ طيب السؤال ده يمكن احنا اعلنا امبارح ان احنا هيبقى في لجنه فنيه عندنا مع مدير فني الاتحاد، ويمكن طلع فيه بيان من اتحاد الكوره امبارح. الهدف منه هو مفيش حاجه اسمها طريقه موحده يعني، لكن يبقى في طريقه 2-3 تبقى ماشيه في الاتحاد، ودي ان شاء الله هتبقى مهمه اللجنة الفنية والمدير الفني للاتحاد، وهيوضعوا لنا الخطط بتاعتهم ان شاء الله مع كابتن بركات وكابتن حازم امام ان شاء الله، وهنرد عليكم ان شاء الله في الفترة الجاية. طب انا عاوز ارد على السؤال من الناحية التانية الفنية. بشكر استاذ، انا بسألك على اسمه عشان اشكره، لان في الاول والاخر دي حاجة مهمة جدا، طبعا حاجة مهمة جدا، بس عاوزة وقت زي ما استاذ جمال قال يعني. ما في طبعا كبادن كبار عندنا وفي مجلس ادارة محترم وعاملين شغل جيد، اعتقد ان هي هتبقى في خطتهم ان شاء الله احنا نقدر نساعد فيها ان شاء الله. لكن هو حاجه مهمه جدا ان ما يطلع لعيب من اللعيبه اللي في المنتخبات الصغيره يبقى قادر على طول ان هو يشتغل فنيا يعني تكتيكيا، اعتقد ان دي حاجه مهمه جدا يعني. استاذ ابراهيم منصور جريده الوطن، هل حدث تواصل بينك وبين كابتن محمد صلاح بعد توليك المهمه؟ حدث تواصل، وهو يعني ربنا يوفقه ان شاء الله، وان شاء الله نامل ان هو ياخد كل البطولات اللي موجوده ويجي ان شاء الله يعني يساعد فرقته. هو وروحه يعني كبيره جدا، وهو ليه دور كبير جدا في الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني. استاذ حسام هيكل القناص، كيف يستعد المنتخب في 3 أيام فقط لخوض اول مواجهه رسميه؟ احنا قلنا هو الوقت احنا نعتمد عشان كده على اللعيب الجاهز بس الفتره اللي جايه دي، عشان برضو ما نيجي نختار احنا هنختار اللعيب اللي بيلعب في فرقته، اللعيب الجاهز، اللعيب اللي بيلعب في فرقته بيأدي اداء جيد، بعدين بعد كده احنا هنبتدي نبص بقى للعيبه اللي احنا متوسمين فيهم ان هم ممكن يعملوا حاجه بعد كده ومحتاجين بعض الوقت. لكن احنا هنبقى اختياراتنا في حدود اللعيب الجاهز، وهنختار بعض اللعيبه المصابين انتظارا لانهم يرجعوا قبل المباريات ان شاء الله. استاذ يوسف شعبان فيتو، هل ستكون تجربه كابتن ايهاب بلال مع منتخب مصر مجرد تجربه عابره ام هناك مشروع؟ والله انا قلت برضو في الاول وعارف ان اتحاد الكوره عنده يعني جاي المره دي وعنده بدايه فكره مشروع كبير، ودي حاجه من الحاجات المهمه، وهو ما يجبش ان يبقى فيه فتره عابره، حتى لو احنا موجودين او مش موجودين لازم يبقى فيه بدايه مشروع. عشان كده انا قلت احنا هنيجي نكمل على الايجابيات اللي اتعملت قبل كده، مش عاوزين نلغي كل حاجه اتعملت قبل كده، لكن نبتدي من عندها، وفي نفس الوقت لو في سلبيات او في بقى مشروع كبير زي الاتحاد عاوز يعمله او الرابطه او وزاره الرياضه، اعتقد ان احنا لينا الشرف ان احنا نساهم فيه فنيا يعني. استاذ جاد ابراهيم الجمهوريه، الجهاز الفني السابق كان بيعتمد في تشكيلته الاساسيه على المحترفين، الكابتن ايهاب جلال رايه؟ انا هعتمد على اللعيبه برضو الجاهزين سواء محترفين او محترفين داخليين يعني في مصر. اللعيب اللي بيلعب في فرقته جاهز هنعتمد عليهم في الماتشين الجايين، وبعدين بعد كده نشوف ايه اللي ممكن يحصل يعني. شكرا، ده كان اخر سؤال معانا، بشكركم. طيب سؤال